شعب الجزائري من أطيب الشعوب اللي أنا زرتها. يعني رحت دول الخليج، لا ما في أي تشابه. الشعب الجزائري وحده بالجزائر بالذات عنده يعني إساته شعب فطري عايش على الطبيعة. يعني شعب عايش، شاف واحد محتاج بيساعده، شاف واحد لازم مساعدة بيساعده، شاف أي حاجة إنسانية بيهجون. شعوب أخرى ما في هذا الحكي. الحياة اللي عشتها رحت كذا دولة عربية، والدولة اللي أنا يعني ريحت فيها وارتحت هي الجزائر، لأنه شعبها قاع لطيف، شعب يعني بيتقبل الأجنبي، مش عنده النبذة أنه هذا أجنبي ما نتعاملش معاه، ما نهدرش معاه، ما نتكلمش معاه، ما... لا لا بالعكس، هني لازمك شيء، خصتك حاجة، أي حاجة يساعدوا فيها.